اكتشفت ان 25 سنة من عمري ضاعوا هدر. كنت بربي عقارب وتعابين، واول ما لدعت لدعتني انا. لو بتفكر تعمل زيي انا بنصحك، لا بلاش، ما تشيلش شيلة مش بتاعتك، ما تراعيش حد انت مش مسؤول عنه، ما تفتحش بيتك لحد، ما تديش لحد اكبر من حد. ركز على نفسك، ركز على شغلك، على هدفك، وكل واحد اولى بشيلته. السم هيوجعك انت، وربنا يكفينا شر لدعة العقارب، ربنا يكفينا شر الناس الحاقدة اللي انت بتأكلهم بإيدك في بقهم. هم اكتر ناس حاقدين عليك، بيعدوا انفاسك. ما تضيعش سنين عمرك زي على ناس ما تستاهلش. ما تفتحش بيتك لحد، وما يصعبش عليك حد، عشان انت مش هتصعب عليهم، مش هتصعب عليهم وهم بيأذوك وهم قاصدين ان هم يأذوك، مش هتصعب عليهم وهم بيدوروا على الكلمة اللي توجعك وهيقولوها لك. ما تساعدش حد، خليك في حالك، ملكش دعوة بحد، ركز على نفسك وبس، عشان ما تجيلكش حالة ذهول زي اللي انا فيها. ما تقولش ليه، عملتلك بيت، فتحتلك بيت، طلعتك عروسة، هاتي يا فلانة عشان خطيبي جاي عايزين نعمل له لقمة حلو، اصل ام خطيبي جاي عايزين نعمل لها لقمة حلو، اصل انا خارجة عايزة طقم جديد. ومش مهم، انت بالنسبة لهم مش مهم، مش مهم تعبك، مش مهم سهرك، مش مهم رجوعك بالليل متأخر، لا، كل ده على الأرض. كنت بربي عقارب، أنا كنت بربي عقارب، وأول ما لدعت لدعتني أنا. أصل أنا نفسي في الطعم ده فتجيبه وما يعجبهاش. ما تبقاش جدع، لا، ما تقولش هي أولى وتكمل تعليمها وأنا أشتغل عشان هي تكمل، لا، أصل هي شكلها أحلى فممكن حد يطمع فيها، فلا بلاش، خليها في البيت وأنا أشتغل. لا، ما تبقاش جدع، نصيحتي ليكو ما حدش يبقى جدع. نفسك، شغلك، مستقبلك، عشان بعد كده لما تيجي تركزي على شغلك مش هيعجبهم، عشان هم اتعودوا ان انت مسخرة لتلبية طلباتهم بس. لما تيجي تستقري وتعملي بيت هتقولك لا، عشان خلاص انت لو عملتي بيت فانت مش هتبقي متاحة طول الوقت زي ما انت متاحة. طول ما انت متعود تشيل التقيل وما تشتكيش ان الحاجة دي تقيلة عليك وان انت مش قادر وطاقتك مش مكفية، انت ما اشتكتش وانا ما طلبتش، يبقى ما ترجعش تزعل. حتى لو انت بتحافظ على خصوصية اللي قدامك وان انت جدع معاه ومش عايز تضايقه ولا تتطفل عليه، لا، هو هيتطفل عليك. انت الفانوس السحر اللي بينور حياته، وانت ممنوع تعيش حياتك الطبيعية، ولو عشتها هيسودوها عليك. فخدها بنقصرها من البداية كده، خليك في حالك، خليك في حالك، لان لا عيش وملح بيطمر، ولا صلة رحم بتطمر، ولا استغفر الله العظيم لو نزل لهم النبي هيطمر. ابسط حاجة هيتقال لك بعد كده محدش طلب منك حاجة، واللي انقح منها هيتقال لك ان انت غريب، انت مش مننا. طب ولما انا غريب ومش منكم، ليه جاي متعشم فيا؟ ليه بتطلب مني حاجات ما ينفعش يعملها غير الاخوات مش الغرب، لما انا غريبة؟